همك طلع وارمي هم الدنيا وسلم، دي اللي بتهنن وتطبطب واللي احلى واجمل واقرب، لو تسيب يوم حته تطلب دلع البنوته دلع، قول لها اللي في قلبك طلع وارمي هم الدنيا وسلم، دي اللي بتهنن وتطبطب واللي احلى واجمل واقرب، لو تسيب يوم حته تظلم. روحي يا بنتي، روحي ما تشغليش نفسك بيا، شوفي ايه اللي وراكي. يا حاجه انتصار، دي عفاف لا بتحبني ولا بتطقني هي اللي بعتني لحد عندك علشان عارفه ان انتي تعبانه قوي. الف سلامه عليكي يا حبيبتي. الله يسلمك يا دناي، نفسي ربنا يمد في صحتي. ساعه واحده بس روح احب على راسي ست عيني، قولي حقك علي، انا السبب، أنا اللي معرفتش يا ربي. إنتي اللي عملت فيكي كل ده. معلش، إن شاء الله ربنا هيديكي الصحة وهتعملي كل اللي نفسك فيه. في واحد اسمه كبداجي بيسأل على سعادتك بره مع واحدة. كبداجي؟ شايب. روح روح، قول لهم خليك فضلا. هذا شو اللي صاير؟ لا 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 لا، انت غلطان يا هيمة، المفروض ما تلعب مع مروان وانت من تقدم. كتروا علينا، كتروا علينا يا شيخ قيس. عصفور تعال بسرعة. اسمع يا عصفور، اخذهم داخل واطلب الدكتور وخليه يجي بسرعة. بس انت زين سويت اللي جبت الحرباية هذه معاك، أنا من اليوم ورايح بعطيك الميدالية الذهبية في النساء. سلامات سلامات. بقى أنت كنت عاوز تبيعني للكلب اللي اسمه علوان وتلهف من ورايا 350 ألف جنيه وهو مش هيطلق. إيه الكلام الفاضي ده؟ مين اللي قال لك كده؟ اللي قال لي قال لي يا حبيبي، كنت عايز تاكلني وتأكدني للراجل الغريب. يبقى الواد النجس اللي اسمه طاعون هو اللي قال لك. يبقى هو بقى كلامه صح. وماله يا نجمة مصر؟ انت نسيتي نفسك يا بنت ولا ايه؟ ده بتصنع محلي معمول ايدي وعلى ايدي.
خدتك ونظفتك وشغلتك وعليتك وخليتك نجمة مصر. ايه ببلاش ده؟ ملوش تمن؟ بتعايرني عليا عرة الرجالة انك هزقتني وقلعتني. سيبها لك يا اخويا مخدرة، ابقى اطلع انت ارقص لهم. لا على مالك شوية بس، تعالي استني. تنسيش نفسك انك انت ماضي على العقد لا مؤاخذة، في شرط جزائي بمليون جنيه. عقد مين يا ابو عقد؟ العقد ده تبله وتشرب ميته. يا ولا يا ولا ما تقطعش قلب امك عليك، حرام عليك اللي بتعمله في نفسك ده. لا انت فاكر قلب امك ده ايه؟ حته دبشه زلطه ما بتحسش. ده انا ما بنامش طول الليل عشانك ولا بدوق النوم وانا سامعاك عمال تعيط زي العيل الصغير. طب قول لي اعمل لك ايه وانا اعمله؟ اروح لاخوها ابوس على رجله واقول له جوزها لك؟ طب خدني انت له، انا ما اعرفش سكته. خدني له وانا اروح، والله العظيم والله خيبين عليا ما كنت ابوس على جزمته واقول له يجوزها لك، بس ما تعملش في روحك كده يا حبيب قلب امك. يا ولد يا ولا حرام عليك اللي بتعمله في نفسك ده، حرام عليك. يا اخويا انت سايبني نمرتك مع المحل كله. ايه قلت يمكن تليني وتتصلي. بص يا شيخ عمران، اللي عاوز البيت يدخله من بابه، مش يبعت يجيب معاه سمسار. والله انا خفت ما يصير بينا لغه حوار وانا ابغى نتحدث. انا هقول لك بقى كلمتين ابرك من الفيديو كليب. زين خير الكلام ما جل ودل. انت عاوز تتجوزني صح؟ ايه صح. وانا موافقه بس ليا شرطين. اشرطي كيف ما بدك. الشرط الاول انك ما تخرجنيش بره مصر خالص. يا ستي السمكة حين ما بتخرج من المي بتموت وأنا ما أبغى موتك. يا خي إن شاء الله تسلم لي. الشرط التاني بقى إنك تشتري لي الكباري بتاعنا كله وتكتبه لي باسمي. لا كتير كتير يا ستي ناني. أخصى عليك، كتير علي أنا. لا ما في شيء كتير عليك، بس أخشى إن عزوز ما يبغى يبيع. عزوز ده كلب فلوس، اسألني أنا. يعني لو رميت له عظمة زيادة ينزل على جزمتك يلحسها. زين الجول، بس بقى أنا عندي شرط واحد عشان أقبل شروطك. وكمان هتشرط. لا تأخذيني يا ست. قول لما نشوف. أنا هشتري المحل. زين؟ زين. وهكتبه باسمك. زين؟ زين قوي. بس والله ما ترقص المخلوق غيري. وارقص ليه؟ هو انا هشتري كباريه عشان ارقص؟ لا رقصه ولا منيله. انا هشتري كباريه عشان اديره كله زي عزوز كده. نعم. مساء الخير. مساء النور. خير في شيء؟ انا ساكن في السويت اللي جنبك، وبعدين في الحقيقة يعني أنا لما عرفت إن أنتي ساكنة هنا في نفس الأوتيل يعني قلت أجي أونسك وأسلم عليكي. وأنتوا عندكم بمصر لما تحبوا تسلموا على واحدة بتدقوا عليها باب بيتها أو أوضة نومة؟ عندكم بمصر ما في شيء اسمه ذوق ولا احترام؟ لا 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 طبعا، احنا عندنا في مصر كل الذوق والاحترام طبعا. لا 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 خالص. لا لا لا، وبعدين انت فهمتيني غلط، انا مش قصدي حاجه. وبعدين انا فاكر ان انت عشان خاطر عايشه في اوروبا الحاجات دي ما تفرقش معاكي، لكن انا اسف جدا، انا ما اقصدش اي حاجه. شفتي بقى، شفتي انا 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 انا, أنا كنت جاي مخصوص عشان خاطر كان في معلومات مهمه جدا عن الشغل كان لازم اكلمك فيها، وهو ده السبب اللي خلاني ادور عليكي. يعني حصل خير، تقدر تنزل تنتظرني تحت وانا بحكي مع مستر عماد لانه هو المسؤول عن شغلي هون وبلحقك. تمام خلاص، انا هنزل استناكي تحت، بس يا ريت بلاش مستر عماد عشان خاطر المعلومات اللي عندي حابب اقولها لك لوحدك يعني. ها بفكر، بنشوف شو هي المعلومات الخطيره تبعك. تمام، انا استناكي تحت وخدي راحتك خالص، وبكرر اسف يا يعني. انا اسف. ست يا ولا، عايزه اتعلم الرقص عشان اغلب البت نوالي. خرامي يا حاتي، ابني ابني
غبي. عملت في حق كده ليه يا ولد؟ عملت في حق كده ليه يا ولد؟ يا ليه كده يا ولد؟ انا ما عرفت احرق البومك عليك ليه كده يا ولد؟ يا خرابي يا خرابي يا ابني 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 خدوني يا ناس. حبيبي يا سوكا رد عليا يا ولد. يا ولد انا امك يا ولد. رد عليا ما تسيبنيش قلبي عليك كده يا ولد. ارحمي يا رب يا ولد. انا ماليش غير ده. انا عايشه عشانك يا ولد. انا عايشه والله عشانك. انا ماليش حد عشان انا ولد يا اخويا. حبيبي حبيبي يا سوكا. عاجبك اللي بيجرى فينا ده يا شكري. الولد هيروح في شربه ميه يا اخويا. اهدي يا ام سوكا. ان شاء الله هينقلوا له شويه دم ويعملوا له العمليه وهيبقى زين بحق الجاه مصطفى ان شاء الله. يا رب يا اخويا يا رب. طول عمره ابوه وهو صغير يقول لي الواد الواد سيد ابنك ده بنموت. اقول له حرام عليك يا راجل ما تفوتش على الولد قلبي بيوجعني. كنت اتخانق معاه وهو اللي مات اهو وراح وساب لي الواد. ما عادش ليا حد في الدنيا غيره هو عكازي وانا عكازي. يا عكازي اهدى يا مسوق. يا عكازي بقول لك ايه اديني تليفون. ما فيهوش رصيد يا اخويا. الو السلام عليكم هاجر يا بنتي. عمك شكري معاكي. تاخذنيش يا بنتي بتصل بيك في وقت متاخر بس معلش الظروف بقى. عاوز اقول لك ان سوكا حالته حرجه خالص في المستشفى واحنا موجودين معاها. بطلب منك طلب يا بنتي. سايق عليك النبي لا تيجي تجري. ايوه تعالي. انت لو جيتي هتفرق معاها كتير قوي قوي. انت عايز نقعد معاه لوحدي؟ انت فاهم يعني ايه؟ هعك الدنيا. ده انا مش متلميه على جدتي من دقيقتين العمي اللي جالي فيهم هنا. اسمعي الكلام اللي بقولك عليه يا كوريا. ما تنزليش قبل تلت ساعه لحد ما اكون بعتلك حد تبع عماد يقعد جنبك. وخليكي تقيله كده وراسيه. وما ترديش عليه بسرعه. مهما قال لك حاجه لا تقولي اه ولا لا. قولي له هفكر. نعم يا اخويا. انت مالك؟ بقولك انت مش عاجبني. انت مال حالك مال كده؟ اقول لك جالي السويت تقولي وماله ودلوقتي تقولي وطلب منك حاجه قولي له افكر ليه ان شاء الله فاكرني ايه؟ وانت على طول حاطه دماغك شمال كده. بقولك لو طلب منك حاجه يعني في البيزنس في الشغل مش حاجه شمال غلط. وبعدين خلي بالك هو بيسيستم دماغك دلوقتي وهيكلمك في مشروعات عشان يسرقك وياخد فلوسك. لا تردي عليه باه ولا لا. قولي له انا هفكر وهرد عليك. فهمتي؟ ماشي. والنبي انا حاسه ان انت اللي هتوديني في داهيه. انت وسي مروان الزفت بتاعك ده. اله ربنا ياخده وينتقم منه ويحرقه بجزوزي قادر يا كريم. طب اتاخري شويه هو هيستناكي. وانا هكلمك اول ما الراجل بتاعنا يكون تحت. وعلشان خاطري ما تلبخيش الدنيا يا كوريا. ماشي. باي يا اخويا. يا رب استرها معايا قادر يا كريم. انا ماليش غيرك انت عارف. انا ولا عايز اسيبك لوحدي يا اخويا. حصل له ايه يا مسوق؟ انت اللي جابك هنا يا البت. انت اللي جابك هنا هو ده. انت من يوم ما عرفك ما شافش انا ولا راح. يا شيخ حرام عليك. عايزه ايه منه؟ الواد هيموت نفسه وكان هيموت فيها. عايزه ايه؟ ده انت ايه يا شيخ؟ روحي كده اشوفه. طيب ابص عليه بس. احمد الحمد لله بقى كويس يا هاجر يا بنتي. عملوا له العمليه ان شاء الله شويه كده ويفوق من البنت. استر يا رب. لو سمحتي لو سمحتي هو انا ممكن اخش ابص عليه؟ لا والله مش هينفع. عشان خاطري انا ممرضه زميلتك في مستشفى المبارك. لو سمحت اتفضلي. شكرا قوي. طبعا انا بعتذر لك جدا عن سوء التفاهم اللي حصل ده. صدقيني ما كانش مقصود بس انا كنت عايز اشوفك واكلمك وما قدرتش امسك نفسي ابدا لما عرفت ان انت ساكنه معايا في نفس الاوتيل. حصل خير. اهلي بالشام متشددين مثل ما بنسمع عن الصعايده عندكم بمصر وانا متربيه على هيك ما بيجوز اغيره. انعم واكرم. بس غريبه قوي ان اخواتنا في الشام يبقوا متشددين قوي كده. بس عموما انا غلطان عشان كده ارجوكي ارجوكي اقبلي اسفي. حصل خير. عظيم. يلا اتفضلي اشربي. شكرا. ما بدي. لا ما تقوليش ان انت ما بتشربيش. ما فيش بيزنس وومن في الدنيا ما بتشربش.
يلا ما بشرب كتير. يلا عشان خاطري المرة دي بس. يلا تفضل. خليك هنا أحسن. شو هي المعلومات الخطيرة اللي بدك تقلي إياها؟ بص يا ستي، أنا في البيزنس ما بعرفش أزوق الحقائق، لأني عارف إن البيزنس ده عامل زي الرصاصة، يا تصيب يا تخيب، ما فيهاش تهريج. عشان كده أنا حاسس إن الموضوع ده فينا صبايا. نصبايا؟ شو نصبايا بعيد الشر؟ الموضوع بتاع المنتجع السياحي اللي انت عايزة تفتحيه في الساحل الشمالي في مصر. دي نصبايا كبيرة، ومش أي نصبايا، دي نصبايا كبيرة قوي. شو؟ أنا لما جمعت المعلومات مع بعضها بصراحة كنت لازم أنبهك، مش عشان خاطر بس أنا خايف عليك، لا، عشان خاطر حس الوطني، عشان اللي هيخدعك ده مصري، وما ينفعش انت تاخدي صورة ان المصريين كلهم وحشين. لا خالص، المصريين حلوين وحلوين قوي، واي حد يعمل غير كده يبقى استثناء عن القاعدة. مصر ام الدنيا يا زلمة. عماد ناصف دوت مزارش مصر من 8 سنين، يعني ما يعرفش اي حاجة عن مصر، والمبالغ اللي حاططها لك في الميزانيه دي مبالغ كبيره جدا ومبالغ فيها، وانا لما جيت حسبت الاحتمالات لقيت ان انت هتخسري بنسبه 500%. يعني لو حبيتي تكسبي اي قرش مش هتكسبي اقل من 10 15 سنه عقبال ما تعرفي تكسبي، بالتالي ده هيعمل لك هدك كبير جدا في راس المال، ودوره راس المال هتلاقيها حصل لها انها تقف. مالك يا ديما؟ في انت عينيكي وجعاكي؟ مالك عامله حاجه؟ لا مو معقول، أنا وصيت المكتب تبعي بالشرق الأوسط وأكدوا لي إنه المشروع لوز اللوز. لوز اللوز؟ نعم. إيه لوز اللوز دي؟ إيه إيه؟ مو هيك بتحكوا بالمصري؟ ها الأفلام، الأفلام فظيعة. لا فعلاً إحنا بنحكي في المصري كده، بس أنا عايز أقول لك حاجة، أنت لو عايزة تستثمري فعلاً ما ينفعش تستثمري في مصر، هما ثلاث دول اللي ممكن تستثمري فيهم، لندن والمكسيك واليونان، هم الثلاث دول دول. وانا عندي افكار كويسه جدا ان احنا نعرف نستثمر فيها فلوسنا في الدول دي ومكسبها سريع جدا، لكن مصر لا، ما تحطيش فلوسك في مشروع خسران. والله ما بعرف، بفكر وبخبرك، بس المشكله اني عملت كتير استعدادات من شان مصر، بس بفكر. يا رب يا هاجر، هاجر حبيبه قلبي، يا اما الله كداكي فين يا هاجر؟ طار انا مش هغني تاني يوم خلاص، ادعي لي يا اما النبي عزوز، ادعي عزوز. بص يا اخوي، انت عريس ما تتعيبش، ومليون واحده تتمناك، بس انا بقى قلبي مع غيرك. انت ترضى على كرامتك تتجوز واحده قلبها مع غيرك؟ انا قلعت الدبله خلاص، هبعتها لك هي وحاجتك كلها مع واحد قريبنا اسمه لوستا شكري. ايوه ده اخر كلام، ربنا يرزقك ويكرمك مع واحدة تانية غيري. مع السلامة. سوكا انا بحبك قوي يا سوكا، وما اقدرش استغنى عنك ابدا، وما ينفعش اكون لحد غيرك. حبيب امك، الحمد لله على سلامتك يا قلب امك. شوف اديني جبت لك حبيبتك اهي اللي انت بتحبها وبتموت فيها. ايه رايك في امك بقى؟ ربنا يخليك ليا يا محمد. ويخليك ليا يا حبيبي. ضحك في الاخر يا شيخ جاسم، والضربه اللي ما تقتلش كبداكي بتقويه. يا حلوكم يا مصريين، عندكم امثال حق كل شيء. عارف يا شيخ جاسم؟ خير يا كبداكي. الواد مروان ده برنس، دماغ ابن الكلب. صحيح مصر ولاده. كبداكي الحين انت بتقنعني انك معجب في مروان؟ طبعا، ده انا معجب بيه جدا كمان،
اصل انا شيخ جاسم بشجع اللعبه الحلوه. هو صحيح جاب فيها جون وفي المقص كمان، بس الماتش لسه ما خلصش. كبداكي مروان هذا خطر، فاهم؟ لازم يموت. انا تصير حياتي في خطر اذا عاش مروان. انا لازم اقتل مروان علشان انا اعرف انام وارتاح في حياتي. ماشي، بس اتقل سيكا على الموضوع ده عشان في مصلحة عايز أطلعها منه الأول، وبعد كده هسلمهولك تشطفه كيف ما بدك. بس أنا ليه عندك طلب يا شيخ جاسم؟ خير آمر. السكة هنا ما بقتش أمان، أنا عاوز لما نرجع مصر تاخدني تحت دراعك. كبداكي، وهذه اللي خليتنا نوقف يمها ونقطع لها تذكرة، ها؟ هذه عقرب، عقرب ما تتأمن. مش عشانها، عشان أمها. ست غلبانة وعيانة، خليها ترجع لها. وكبداكي راجل يا شيخ جاسم، ما يبيعش حرمة من بلده في الغربة أبدا، حتى لو كانت واطية زيها. والنعم فيك. متشكرة يا إبراهيم، كتر خيرك. والله والله لو ما علشان كبداكي كان دفنتك أنت ومروان في تابوت واحد ودزيتكم حق رب العالمين علشان يحاسبكم على أعمالكم القذرة. اتكلي على الله يا نجوان، شوفي طيارتك ورجعي لأمك، وما توسخيش تاني، مع اني عارف ان ده دق فيكي. صحيح اللي ما يلاقيش قله الاصل برشام يضربه حقن. قررت المحكمه اخلاء سبيل المتهمه هايدي ابو طالب سيد السنهوري بضمان مالي وقدره 100,000 جنيه مصري، والا يستمر حبسها لمدة 45 يوماً تبدأ من نهاية الحبس السابق. الله يخرب بيوتكم، ده شربني منكر. الله يتولعوا في نار جهنم قادرة كريم. منكر؟ معلش مفيش مشاكل. مش مشكلة ايه بس؟ ده بينجس البق 40 يوم. يا ستي اغسلي سنانك بالمعجون كويس وانتهينا. اغسل سناني؟ ليه ان شاء الله؟ ناقص تقولي اغسلي رجلك قبل ما تنام، وانت بتكلم من اختك يا اخويا. اسمعي يا كوريا، احنا خلاص قربنا نوصل اللي احنا عايزينه. المرة دي قال لك اشاركك في اليونان او في الدول اللي ما فيهاش تسليم مطلوبين. المرة الجاية هتقفلي معاه على اساس انك رايحة مصر، وتسيبيه خالص وتعملي نفسك مش مهتمية بيه تماما. والنبي اعمل ايه دلوقتي في بق؟ الله يسامحه، انا حاسة ولا لبسها كلب اسود واجرب. طب اقول لك على خبر يفرحك؟ قول اخويا بدل ما انا متنكدة كده ليل نهار. هايدي جولي مالها؟ صدر لها قرار افراج. والنبي جد؟ يا الف نهار ابيض، يا ما انت كريم يا رب، الحمد لله. طب بقول لك ايه، احنا بقى ننزل على مصر، هنفضل مرزين هنا نعمل ايه؟ نرجع مصر نعمل ايه؟ ده قرار افراج بكفاله. يعني هايدي لسه في خطر ولازم نرجع مصر بسرعه بالفلوس قبل ما يتحكم عليها. بس يلا مش مهم، المهم انها بصمت على الاسفلت بجزمتها عقبال ما تاخد البراءه الكبيره يا رب. ماشي اخويا، يلا سلام بقى. سلام 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 اخو. مش فايدة، ما احنا في بلد أجنبي بقى، ما هي سلطة. نفضل رايحين جايين لبعض في السويطات. ماشي والنبي لا اديك وش المرة دي. انت ما بتفهم يا صبتي؟ كبداكي اللي جراه لك اللي دهولك كده؟ تعال يا كوريا، تعال يا اخوي، تعال. ده انا كلت علقة يا كوريا. من مين يا اخوي؟ ما كلهاش حمار. سلامتك يا اخويا، سلامتك. طب على نورتي بيتك ومطرحك يا روح بابي. يا بابي ده البيت وحشني قوي. تعالى تعالى يا علاء ادخل. شايف البيت ده؟ كل حته في البيت ده ليا فيها ذكرى. انا حاسه ان انا بقالي سنين طويله سايبه البيت، كاني سايباه من لما كنت صغيره. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبتي. تعالى هنا بقى. كنت اقعد اذاكر وانا صغيره، وكان بابي ما يشغلش التلفزيون عشان ما يضايقنيش، يقعد بس كده يتفرج عليا ويذاكر لي. العمود ده ياما رسمت عليه ولونت وشخبطت. هنا بقى في الكورنر كان في بيانو صغير، كنت اقعد اعزف عليه. بس ما اقولكش عمري ما عزفت مقطوعه واحده صح. انا مبسوطه قوي يا بابي، ونفسي اعمل حاجات كتيره قوي. يا حبيبتي انت دلوقتي تقدري تعملي كل اللي انت عايزه تعمليه. عايزه اكلم كوريا وسندس ونادر، وعايزه اروح لبيوتي سنتر عند دينا، عايزه اعمل شعري واعمل مانيكير وبيديكير، وعايزه اعمل مساج بابي. نعم. نفسي اكل سوشي واسافر واروح البحر وانزل البول بابي. نفسي اعمل حاجات كتيره قوي، وعايزه على الاقل اعدي من تحت الفيلا والشركه. شوفي بقى انا هعمل كل ده وانا قاعد هنا، اما اللف والدوران والفسح
انت ومعاكي حضره الضابط. طب يلا يا علاء ننزل. هنروح فين بس؟ ماليش دعوه، انا ما خرجتش عشان اقعد هنا في البيت، عايز اروح اي حته. نفذ الاوامر يا سياده الرائد. تمام يا فندم. وكشفنا انا ونجوان وطلع علينا كلاب. نجوان رجعت على مصر وانا قاعد له هنا. تري الدنيا دي بحر يا كوري. قالوا احنا اللي فاكرين نفسنا سمك كبير، اترينا بولتي في وسط الحيتان اللي بره. بس انا قاعد له مش هسيبه، مش هرجع مصر غير لما امحيه من على وش الارض. يا لهوي يا امه، يا لهوي، استرها علينا يا رب. طب بقول لك يا اخويا، ما تقصر الشر وترجع على مصر، مش وقت طرد الوقت، انت حياتك برضو مهمه مهمه يعني. طب وانت يا كوري، هسيبك هنا ولا انت عجبتك القعده في الفنادق وسط الرجاله المبادل دي؟ هو انت بتغير عليا كبدكي ولا ايه؟ غير ايه؟ غير ايه وهبل؟ غير ليه؟ كبدكي ده ارجل من اي راجل. هلا غير ايه؟ بغير، ايه المشكله؟ بغير. يعني عرفت يعني ان كوريا مزه كبدكي؟ عرفت ان هدمتين الرجال اللي الواحده بتلبسهم وهي بتشتغل في الشوارع عشان بس تتدرى من عيون الناس؟ اسره، انا قاعد هنا في ظهرك حمايه ليكي لحد ما الافات اللي معاكي دول ياخدوا الفلوس وننصص معاهم، لان البنك ابو خزنتين يا كوريا بيشيلوا اتنين. ها؟ قول كده بقى. اتاريك داخل عليا بالحنين وبالسهوكه، اتاريك عشان تنصص. ايه المشكله؟ وايه المشكله لما نصص؟ لو ما نصصتيش مع كبدك هتنصصي مع مين؟ اللي ياكل لوحده يزهق يا كوريا. يا راجل انت الحرام في دمك، انت ما بتزهقش منه ليه يا كبدك؟ لا عايزنا نعمل كده مع ناس ما شفناش منهم العيب، دي ناس نظيفه. اقول لك على حاجه، ارجع على مصر، ارجع على بطن البقره يا كبدك، وانا اول ما اجي ننصص ونعمل اللي انت عايزه. قول لي ليه عند التاني حاجه ياخدها؟ بطن البقره ايه يا كوريا؟ البقره ماتت خلاص، انا فيها لا اخفيها، انا ياكل نص الفرخه دي يا الا ما حدش هيدوق ريشه. انا تليفون صغير لمروان يبوظ ام الليله دي على نفوخك. طب وانا بقى مقطعه البطاقه كده ومش لازمان، واقول لك على حاجه، من غير تليفونات، سي مروان بتاعك ده في السويت اللي جنبين، روح له قول له على الحوار كله ولا يهمني، خليه يجي يقتلني. ولا اقول لك برضه تعالى انت قتلني بداله عشان هو يفضل بيه ما يوسخش هدومه، تمام كده اهو؟ يعني ده اخر خط الكلام معاك يا كوريا؟ يا كبداكي، مات الكلام، ده مات واتدفن وخدنا فيه العزا كمان، الفتحة على روحه بقى. طب تعيشي وتفتكري يا كوريا. تعيشي وتفتكري يا اختي. مظبوط يا اخ عزوز؟ امال مظبوط المظبوط يا شيخ علوان. وعلى فكرة بقى، أنا ما بعدش إخوانا، لا أنا بس بملي عيني وإيديا من الفلوس. الكبريت ده غالي عليا قوي يا شيخ علوان، الكبريت ده فيه شقة عمري، لولاك أنت ونجمة مصر أنا كان لا يمكن أفرط فيها أبدا. أنت هتمثل يا عزوز؟ ده أنت لاهث مليون مقفول فوق تمنه اللي يستاهل. بنتعلم منك يا نجمة مصر، والمليون الزيادة ده بقى عشان فيه من ريحتي، ولا أنا ريحتي ما تسواش مليون جنيه؟ طب امضي يا زيزو على العقل، ومن بكرة النجمة تقابلني انت والاستاذ في الشهر العقاري، مفهوم؟ وماله يا نجمة مصر؟ ألف مبروك يا شيخ علوان. الله يبارك فيك. على المحل وعلى العروسة. طب يلا وجع على العقد عشان نوجع عقد الجواز الأخ. ربنا يخليك ليا يا لولي. لولي؟ إيه العب؟ لولي يا أستاذ العقد بسرعة هات، لحسن الشيخ علوان مستعجل على الآخر. بص بقى طال عمرك، أنا عايزة يافطة كبيرة قد كده يبقى مكتوب عليها كازينو ناني. أكبر يافطة فيك يا شارع الهرم. بص يا نادر، الواد إبراهيم ده بعد ما راح لكوريا وقعد يعمل الهيصة اللي عملها دي ويهددها في الأوضة، وجوده هنا في اليونان بقى خطر. يعني هنعمل إيه يا عماد يعني؟ بص أنا شايف إن إحنا نقول له ماشي، خد نص الفلوس لحد ما الفلوس ترجع وهايدي تخرج من السجن، بعد كده يبقى يخبط دماغه في حقبة. الواد ده لبط ومن بيئة واطية ومش هيفوت الموضوع كده، وهيعمل مشاكل. الواد ده لازم يطير. هيطير ازاي يا عماد؟ يعني ايه ازاي؟ ما نعمل له اي مصيبه ويرحلوه على مصر. طب ما هو ممكن يكلم مروان من مصر، هنبقى عملنا ايه؟ بس الواد ده وجوده في اليونان خطر. اسمع، فاكر لما كوريا قعدت معاه وزنقته في الكلام وقالت له روح قول لمروان؟ ما راحش وما اتكلمش. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان احنا لازم نقعده قعده ثانيه مع كوريا، نخليها تضمن لنا ان هو ما يفتحش بقه، وبعد كده بقى برحله بقى لو عايز. مش مضمونه دي كمان. كوريا ذات نفسها ما ينفعش تقعد مع مروان تاني. انت نسيت يا نادر؟ لوز اللوز. شوف يا عماد، مربط الفرس ان احنا نشوف طريقه تضمن ان ابراهيم ما يفتحش بقه. ثانيا بقى نحاول نقلل عادات مروان مع كوريا على قد ما نقدر. يا دكتور لو سمحت،
هي ماما عامله ايه دلوقتي؟ نجوان؟ ايوه، ممكن تطمنيني؟ دي نجوان يا دكتور، بنت حاجه انتصار اللي جوه. انتوا كنتوا فين؟ احنا كنا بندور على اي حد من اهلها من بدري. معلش يا دكتور، اصل انا كنت مسافره بره مصر ولسه راجعه دلوقتي، وبعدين انا عامله حادثه زي ما حضرتك شايف اهو. طب انا عايزك تدعي لها لان حالتها بقت حرجه جدا. ايه؟ هي حالتها بقت حرجه جدا؟ طب انا ممكن اخش اشوفها؟ مش هينفع تشوفيها دلوقتي، هتتابع الممرضه وانا هقول لها امتى بالظبط مواعيد الزياره بعد اذنك. الاكل هنا في منتهى الجمال. ايه بس ما فيش اطعم ولا ألذ ولا اجمل من البنات السوريه، قصدي من الاكلات السوريه. بصراحه اكلهم لا يعلى عليه. انت بقى بتحبي ايه؟ بتحبي الفتوش ولا المكدوس ولا خبز الصاج؟ بحب اطبخهم كلهم، وخصوصا خبز الصاج، انا شاطره فيه كتير، بعمله منيح. يا ايه بقى معقوله واحده زي القمر زي كده بتخبز بايديها؟ طبعا. قلتي ايه بقى في اللي انا قلته لك؟ مالك في ايه؟ فكرتي في اللي انا قلته لك؟ ايه فكرت. ها ايه بقى؟ لسه ما اخدت قرار. ليه بس؟ انت عارفه انا جات لي فكره بمليون جنيه. ايه رايك نفتح سلسله مطاعم للاكل السوري في اليونان، ونبدا من 50 ل 100 فرع مره واحده؟ صدقيني هنكسر الدنيا. لا ماني متحمسه. ليه بس مش متحمسه ليه؟ الله، وبعدين دي فكره حلوه جدا، وبعدين الحاجات الفولكلوريه دي بتشد الناس هنا قوي. شوف انا عندي خبراء وشركاء ممكن استفيد منهم بكل انحاء العالم. لكن هلا بدي اشتغل بمصر، المكتب تبعي بالبرازيل بيشوف انه هاي افضل فرصه حاليا. طب انا مش فاهم مصر ليه يعني؟ طب ما انا وانت هنا اهوت مع بعض، وممكن يعني نكسب هنا برضو. لانه هي بلدي الثانيه، وهي كانت أمنية والدي. وبعدين أنا ما بحب الشراكة. السبب الوحيد اللي ممكن يخليني أشارك واحد مصري لو راح يساعدني بمصر. وبكل الأحوال أنا خلص جهزت كل شيء لحتى أروح على مصر، وكتير مشتهي أشوف إذا كانت مثل ما بتطلع بالأفلام. يا ديما أنا بصراحة مش موافق، الأفلام حاجة والواقع حاجة تانية. اسمحيلي يعني أنا أقولك أن أنا مش موافق، لأن أنا مستحرم أن أنت ترمي فلوسك كده، مش معقولة. أنا من رأيي أن أنت تأجلي خطوة مصر دي لغاية ما أنا أفكر كده وأجيب لي 5-6 أفكار، وهكلمك في التليفون ونحدد قعدة تانية، وأنا متأكد جدا أن أنا هقنعك في القعدة دي إن شاء الله. بفكر. عايز تسيب الهلومة دي كلها وتموت روحك وتضيع نفسك يا ولا؟ أسيني بس يما، وفي كم هاجر ياما في الدنيا؟ هاجر دي روحي ياما وعقلي وعناية اللي بشوف بيها. وامك يا ولا، امك حبيبتك يا ولا، امك اللي شالتك في بطنها 9 أشهر واحنا على وقتي يا ولا. ها اخصى عليك اخصى عليك ياما. الواحد من غير الام حالته تغم ياما. ربنا يخليك ليا يا حبيب امك. انت مين يا جدع انت، ومين اللي بعتك؟ الله، هو كل ورد ورد يا خساره الفلوس. احنا عايزين شويه برتقال شويه موز، حاجه كده ترم الجته وترم العضم. هو انت هتفضلي طول عمرك كده يا وليه؟ عمرك ما هتتغيري. يلا يا قصه بكري استناني يا اخويا في عربيتي المرشيدس. حاضر استكول مرشيدس يا اختي. اسم الله اسم الله اسم الله، الله يرحم. التكتك اللي كنت بتركبيه وتلفي به الحته وتخلي العيال الصغيره بتوع الحاره يصوروكي بالمحمول، عشان ايه؟ قال تتمنظري على مخاليق ربنا. بقى كده برضك يا سوكة؟ بقى كده يا اخويا ده كلام؟ عايز تموت يا اخويا كافر وعشان خاطر ايه؟ يلا معلش، انا لقيتك بقى غايب عن نمرتك فمرضتش اعمل لك خصم. خصم وسطك من جدتك يا ولية انت، ويقعدوا يدوروا على بعض كده هو. مالك انت ومال فلوس ابني حبيبي؟ مالك انت؟ الله، اشتريته باع وشرى بكل اللي شغالين فيه. اشتريتيه بقى ازاي يا نوال؟ وجبت الفلوس دي كلها منين؟ ده بملايين. مهري يا اخويا، جوزي الشيخ علوان كتبهولي مهري. ده غير العربية المرشيدس والشقة ال7 مطارح اللي بتطل عني. ربنا يزيدك يا نوال. اي والله تستاهلي كل خير، ده انت بنت القمرة. حبيبتي حبيبتي والله يا ام سوكة. وانت بقى يا سوكة عايزاك يا حبيبي تقوم كده بالسلامة. الكباري من غيرك ملوش لزوم، وممكن تبقى تجيب البت الحلوة معاك دي ترقص. عشان انا خلاص يا اخويا مسكت دلوقتي الادارة وبطلت رأس، عشان جوزي الشيخ علوان بيغير عليا. امور تشتغل ايه؟ اطلع بره اطلع بره، بدل ما حجزت لك سرير هنا جنبي. يلا اطلع بره اطلع بره يا بت يا حلوه. انت تعني كلنا ايه بت؟
عسل يا حبيبتي. عسل. انتي لبستينا ابيض كده ليه يا اختي؟ عشان زي ما قلت لك بابي هيطلعك تعملي عمره انتي ومرات عم شكري. عمره؟ انا مش وقتك تعملي عمره، اول ما نطمن على هيجي. وانا ان شاء الله لما اخلص هاخدك ونطلع نروح نحج. يلا يا حاجه بقى يلا، لحسن كده الطياره هتفوتك. ايه ده؟ بيقول لي يا حاجه. ايوه يا حاجه سندس. انا هحج. يعني انا هروح هناك املس على شباك النبي والف كده مع الناس اللي بيلفوا حوالين الكعبه. اه يا حبيبتي. يا رب. يا رب ان شاء الله. يا حبيبتي انا بقى هناك هجيب لك ميه زمزم انت وسعد. سعد بيحب البيت. قولي لي هو الدكتور قال لك ايه؟ انا ممكن اخش اشوفها؟ عايزه تدخلي لها تعملي لها ايه؟ مش كفايه اللي هي فيه؟ انت مالك انت؟ انت بتكلميني كده ليه اصلا؟ انتي نسيتي نفسك ولا ايه؟ انتي حته ممرضه على فكره، وانا مش بستاذنك، انا بقول لك الدكتور قال لك ايه؟ انتي تجاوبيني على قد السؤال. الدكتور قال الزياره مسموح بيها بس في حدود، وقال انها ما تتكلمش. وعلى فكره انا قلت لها ان انتي بره وهي مش عايزه تشوفك. ياه. طب ايه كده؟ انتي رايحه فين؟ انا رايحه اخش اشوف مش مهم. هينفع بعد اذنك اتلمي بقى بدل ما ندهلك الامن. يا سلام، هي حصلت تجيبي لي الامن؟ انا رايحه اشوف ماما. بعدين تبقى تشوفيها. ماما ألف سلام عليك يا حبيبتي. يا ماما أنا رجعت لك يا ماما، مش هسيبك تاني والله. انا خسرت كل حاجه، انت بس اللي باقيالي عشان خاطري يا ماما. قومي عشان خاطري. وائل. ايوه. ايه يا بنتي عملت فيكي ايه عشان تعملي فيا كده؟ انت خدتي ايه من ورا كل اللي عملتيه ده؟ خدتي ايه؟ سامحيني يا ماما، والنبي عشان خاطري سامحيني. أنا والله سبتك غصب عني، أنا سافرت عشان أجيب لك الفلوس وتعملي العملية وتبقي كويسة. كنت عاوزة أشوفك مستريحة وأشيل عنك التعب. كنت عاوزة أفرحك، كنت عاوزة أعمل لك حاجات كتير أوي عشان خاطري سامحيني. ماما ماما يا ماما ماما عشان خاطري يا ماما ما تسيبينيش لوحدي، عشان خاطري انا ماليش حد غيرك يا ماما، عشان خاطري يا ماما ابوي يا ماما. اشهد ان لا اله الا الله. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده يا كوريا؟ طالعه من الحمام على هنا على طريق ده. يو وانا مالي خال؟ ماما اللي بيلبسوني كده وانا اللي خاوي يا مالت. ماشي ماشي. استنى استنى خال. الو. ايوه يا ديما، ازيك؟ عامله ايه؟ وحشتيني كتير. الو، ايه الدوشه اللي عندك دي؟ انا هون بمصر. هاي دوشه مصر، الله عليها الله يحميها، بتاخد العقل. عقلي ايه؟ ايه المسلسل السوري اللي انا بسمعه ده؟ يلا خال يلا. غطي نفسك غطي نفسك، بس مش شبعانه، بطلي فضايح تعالي. انتهبل يا واد كبتاكي ولا عبيط؟ عامل ناصح ومفتح وفرقع لوز، بتتنطط يمين وشمال، وانت في الاخر محبوس في علبه صفيح قد علبه السجاير. كل ما تنط نطه تروح مرزوعه واقع مدروخ شويه وتقول عيب انا جدع، وتقوم تنط تاني وتروح مرزوعة تاني. لما ادي منظرك في الآخر متكحول ومتكحرط ومفيش في جيبك 20 بلبل مصري ولا يوناني، وقاعد مع واحد راجل شيخ بيعطف عليك ولا كأنك عويل. كان فيها ايه يعني لو فضلت قافش في ايد البت كوريا لما مدتها لك 1,000,000 مرة؟ مش بدل ما انت واقف لوحدك في آخر الدنيا خسران كل حاجة، بلدك ومزتك
وعيشتك اللي كنت عايشها برنس على شوية عيال شبهك. لا الحكاية كده مش جايبة همها، أنا لازم أرجع مصر، لازم أرجع. هنسافر سوا، احنا أسبوعين وننبسط. سيس كين قون فو إنو غفيان، نرجع تاني. هو أبوك كده فاكر نفسه إيه يا أختي؟ مهند؟ مروان تاني؟ أيوة سي زفت، أنا هكلم نادر. ألو. أيوة يا نادر. إزيك يا هايدي، عاملة إيه؟ كوريا عاملة إيه؟ كويسة؟ والله وحشتني جدا، وقتينا وحشة جدا من غيرها. اسمعني يا نادر، كوريا دلوقتي بقالها عندي أسبوعين، ومروان كل يوم عمال بيتصل وهي ما بتردش عليه، وأنت كل ما بكلمك بتقول لي اطمني. أنا خلاص الجلسة بتاعتي اتحددت، مش مستعدة استنى لغاية ما الاقي نفسي محكوم عليا. بقولك إيه؟ أبو طالب بيه وكوريا عندك؟ آه عندي، ليه في إيه؟ طب افتحي السبيكر يا هايدي من فضلك، وخليهم يسمعوني وأنا هفهمكوا على كل حاجة. طيب ماشي. وي وي. بابي. ها؟ تعالى يا بابي دقيقتين. أه حاضر. أنا كان لازم أستنى وقت مناسب بعد ما كوريا رجعت مصر، علشان أتأكد إن مروان اقتنع إنه ممكن يطلع من وراها بمصلحة كبيرة. دلوقتي يا كوريا لما مروان يكلمك لازم تردي عليه، وأنا هحفظك تقولي له إيه بالظبط. وكمان أنا اتأخرت علشان لما أظهر لمروان ما يشكش إن في أي علاقة بيني وبين كوريا. إيه؟ هتظهر لمروان؟ أنت كده هتبوظ كل اللي إحنا عملناه. ولما أنت يا أخويا ينفع تظهر له؟ ما مرمطني معاكلي من أولها. يا جماعة اسمعوني بس، مروان دلوقتي هيتجنن علشان يرجع مصر. نفسه مثلا ينصب على كوريا في 100 مليون دولار. وطالما هو عايز يرجع أنا بقى هرجعه. وأول ما يجي مصر هيتقبض عليه، وياخدوا منه الفلوس وكوريا تختفي. لا طبعاً، مروان مش عبيط. قبل ما يرجع هيكون محول كل فلوس البنك من هناك، وهيخلص كل الإجراءات القانونية بتاعته علشان ما يتقبضش عليه لما يرجع مصر. أيوة يعني أنا كده أبقى خلصت؟ طبعاً لا. أنتِ هتظهري له تاني بشخصية ديما عباس، وهتدخلي معاه في مشروع إحنا هنرسمه لك. وبعد ما تاخدي كل الفلوس اللي معاه هيكتشف ان كل الكلام ده كان بلح. يعني هو كده مش هيبقى عبيط؟ انا هقولك على حاجه يا نادر، مروان استحاله يرجع مصر. ادينا بنحاول يا هايدي، يعني هنعمل ايه تاني؟ ولما كل المحاولات دي تبوظ انا اللي هترمي باقي عمري كله في السجن. ما تخافيش يا بنت جول، انا عمري ما هسيبك برضه تتسجن بعون الله. وبعد اذنك يا ابو طالب بيه، انا محتاج حضرتك تروح للاستاذ ماجد محمود المحامي بتاع مروان. ماجد ده ازبل محامي في مصر، ومع ذلك انا بحبه. عايزني اقول له ايه؟ هتقول له ان الدكتور نادر عارض عليك اجراءات مهمه جدا بالنسبه لك في القضيه، وان هو ما رضيش يتصل بيك مباشره عشان ما تقلقش، وخد الطريق الرسمي عن طريقي باعتباري المحامي بتاعك، وبيقول لك خد كل ضماناتك لتامين نفسك، وهو هيسافر لك اليونان مخصوص علشان يقعد معاك مش اكتر من نص ساعه، هشرح لك فكرته عن الموضوع في المكان والزمان اللي انت تحدده. يا صباح الفل يا شيخ العرب. صباح النور. ايه الاخبار؟ كل خير ان شاء الله. المصلحه كده شكلها فرفرت، وما نبش الواحد بس غير النسوان الملونه اللي شافها والعلقه اللي كلها بألف هنا. يعني يا كبداكي، ما يكفيك انك تعرفت علي انا؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا شيخ العرب؟ ده كلام؟ ده انت الحسنه الوحيده في ام الليله السوداء اللي انا فيها دي، ده معرفه الرجال كنوز، عشان كده بقى انا عاوزك ايه؟ تبعتني ها على مصر للي ماسك الشغل عندك، وقول له يا اللي ماسك الشغل عندي عين كبداكي مدير على كل حاجه. انت تستاهل كل خير. الله يكرمك. وانا حاضر تحت امرك. ربنا يخليك. انا بنفسي نازل مصر، وانا بنفسي اللي اعينك. انت عندك حق. الكبار يتكلموا مع بعض، احنا هندخل الصغيرين ما بيننا ليه؟ صح. وبالطريقة هذه قول على مروان الله يرحمه ساعته حانت، بيموت هني ويندفن هني. اه بس والنبي طول له عمره شوية، لأنه يلزم ناس يخصوني، أول ما يخلصوا مصلحتهم معاه هديك مزد، انقله بقى للرفيق الأعلى. ماشي؟ ماشي، كلامك كله ماشي. حبيبي دكتور نادر بنفسه موجود عندنا في اليونان. ازيك يا مروان؟ الله يسلمك. طب كنت اقول لك كنا عرفنا نعمل لك حفله ولا حاجه، بس انت اكيد عازم عشان عارف مفيش وقت يعني. معلش نبقى نعملها لما نرجع مصر. ها. انت فاكر ان انا كلمتك عشان خاطر انا بفكر ارجع مصر؟ لا خالص،
والله انت اللي كلمتني وحددت الميعاد، يعني اكيد عندك حاجه عايز تقولها. اه فعلا عندي حاجه عايز اقولها. وحشتني. كان بقالي كتير ما شفتكش ونفسي اشوفك. وبعدين ما تنساش يا دكتور نادر ان انت من العملاء المميزين عندنا، ولازم اقدم لك خدمه ما بعد البيع على اكمل وجه. الا صحيح، اخبار هايدي ونجوان ايه؟ كويسين؟ كويسين. بس انت فعلا لو عايز تقدم خدمه بتهيألي يعني لازم تقدمها لنفسك. انت اخدت الفلوس صحيح، بس حابس نفسك في دولتين ثلاثة ما تقدرش تخرج منهم، والانتربول عينه عليك في كل حتة. يعني بيتهيألي انك كل اللي عملته كبرت الزنزانة شوية. الغريبة بعد كل اللي انا عملته وانت شفته، عندك اعتقاد انك شايف حاجة انا مش شايفها، والكارثة انك عايز تقنعني بيها. الكلام ده مش مظبوط يا مروان. انا كمحامي جاي اعرض عليك عرض، والله وافقت عليه كان بها. ما عجبكش العرض انت حر، مش هتخسر اي حاجه. انت عارف ايه المشكله يا نادر؟ انك بتعمل الحساب زي التلامذه بتوع المدرسه، يعني بتقول واحد زائد واحد يساوي اتنين، واتنين في الزمن ده ما يعملوش اي حاجه، لا ياكلوا ولا يشربوا ولا يسفروا ولا ينزلوا ولا يطلعوا ولا يعملوا اي حاجه خالص. واحد زائد واحد لازم يساوي في الزمن ده مليون او 10 مليون، 100 مليون، مليار. لو اعترفت بده صدقني هقول عليك شاطر في الحساب. برافو برافو نادر، برافو نادر. طب انسى كل الكلام ده بقى وحل الفزورة السهلة دي. تاخد 50 مليون دولار بطريقة غير قانونية، تعرض نفسك للمحاكم وللحبس، تفضل هربان في دولتين ثلاثة مش قادر تخرج منهم، أحسن ولا تاخد 25 مليون دولار بطريقة قانونية شرعية، تقدر ترجع بلدك وتروح أي بلد في العالم معزز مكرم، تقدر تستثمر الفلوس وتكبرها زي ما أنت عايز، تختار يا مروان؟ والله بص، أنا من نوع القنوع، وعارف دايماً أنه أي مكسب لازم ليه ضريبة، وإذا كانت ضريبة الخمسين مليون هيبقوا أن أنا أعيش مالك في اليونان، ما أظنش أنها ضريبة واحدة. الأحلى بقى في رأيي المتواضع ترجع 25 مليون دولار للبنك وتاخد براءة من القضية فوري، ترجع مصر معاك ال 25 مليون دولار بتوع هايدي مقفولين كاملين شرعيين. طبعا انا مش بعمل الكلام ده علشانك يا مروان، الكلام ده لمصلحه هايدي. بنت الغلبانه هتخرج من القضيه وما تتحبس، الفلوس هتبقى معاك تقدر تستثمرهم بالطريقه اللي انت عايزها وتكبرهم زي ما انت عايز. طب وانا ليه اخسر؟ انت مش هتخسر، انت هتشتري حريتك، هتشتري نص فلوس نص على التاني. الفلوس كلها معاك صحيح، بس ما تنساش فلوس عليها مشاكل وقضايا ووجع قلب، يعني مش بتوعك. القرش مبصوص فيه. أنا مخلص كل الإجراءات مع البنك ومع النيابة، يعني مثلا لو فكرت إنك بكرة الصبح ترجع الـ 25 مليون دولار للبنك، تلقائيا هتلاقي اسمك اتشال من على قوائم ترقب الوصول ومن الإنتربول. ساعتها بقى تقدر ترجع بلدك براحتك، ممكن تنزل شوية أخبار في الجرايد إنك كنت متعسر مالياً وإنك حليت مشاكلك مع البنك، وتعيش حياتك، تعمل القناة بتاعتك لو عايز، ترجع لنجوميتك يا نجم. وأنا إيه اللي يضمن لي الكلام اللي أنت بتقوله؟ تليفون صغير قوي للمحامي بتاعك، قول له يتابع كل الكلام اللي أنا قلته ده. والله كلامي طلع مظبوط وصح. الكرة في ملعبك، نفذ.